حضرتك عارف الاحساس شعور لا يمكن حد يصفه، او مهما كانت الكلمات بليغه بالتاكيد ما نراه انا وحضرتك الان وزملائنا والموجودين معانا لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نوصفه مهما اوتينا من بلاغه. لكن خليني اقول لحضرتك بعض الحاجات اللي انا استشعرتها على مستوى شخصي. اول حاجه استشعرتها قد ايه عظمه رب العالمين وهو بيباهي بينا احنا اللي عندنا بقى حاجات كتير احنا عارفين كل واحد بيباهي بينا احنا، بيقول للملائكه اللي هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا. ده احنا يا رب والله العظيم الواحد بيخجل من نفسه. لو اتوني من كل صوب شعسا غبرا اللي هو يعني منعكشين بقى والتراب عليهم بالظبط. وفي هذا الجو شديد الحراره يهونه يعني الشيخ، خلينا اقول لحضرتك حضرتك متاكد ان المعده اللي فيه حضرتك برضو الموبايل معايا مش قادر امسكه احنا مخبيين، بس عايز اقول لحضرتك يهون هذه الظروف ان الله اختارنا. الحمد لله الحمد لله على نعمه. تخيل حضرتك من وسط اكتر من 2 مليار مسلم احنا 2 مليون 3 مليون او حسب الاحصائيات ربنا بيباهي بينا، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الاكثار من ادعيه الاستودع النهارده. احنا جايين بقى عند رب يعني في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، احنا في افضل بقاع الدنيا. النبي قال كده: اما اني اعلم انك احب بلاد الله الى الله. فاحنا جايين في احب بلاد الله لله، في احب فريضه اللي ربنا بيباهي بها، ونقول له يا رب ايه؟ يا رب احفظنا واحفظ اولادنا وذرياتنا وبلادنا. امين يا رب. واحفظ اوطاننا واحفظ العالم يا رب، يا رب خلي العالم ده يعيش في سلام وامان. والله العظيم سبحان الله العظيم واحنا بندعي، ويمكن انا سمعت حضرتك وكتير برضو من الناس يا رب خلي العالم ده يعيش في سلام. صح. احنا مش عايزين حاجه يعني، احنا بندعي لنفسنا ولاهلنا وبندعي لاحبابنا وبنقول يا رب يا رب الدنيا دي كلها تعيش في سلام. احنا والله ما عايزين اي حاجه يا رب غير حياه مستقره امنه لينا وللناس كلها، سواء حتى كانوا مسلمين او غير مسلمين. فبنقول له يا رب احفظ بلادنا، ويا رب احفظ العالمين، ويا رب ما ترجعش الناس دي في هذه الاجواء الحاره والشاقه الا بذنب مغفور.